والصبر مع انتظار الفرج يعتبر من أعظم العبادات، لأنك إذا كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظر الفرج من الله عز وجل، هذه عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب. النصر قال مع الصبر والفرج مع الكرب، فكلما اقتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليه، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.